آية عظيمة جدا، ربما معظمنا يسمعها أو يحفظها حتى، ولكن القليل من يفكر بإعجاز وعظمة هذه الآية ومدى تأثيرها في حياتنا من دون أن نشعر. لذلك الآية هنا أيها الأحبة آية دقيقة جدا. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يرد الله أن يهديه، وهذه الآية في سورة الأنعام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. انظر معي أخي الحبيب، هذه الآية تذكرك أن الذي هداك هو الله. لولا رحمة الله بك ربما تكون في عالم الملحدين، في عالم المجرمين، في عالم من أضلهم الشيطان، من استحوذ عليهم الشيطان والعياذ بالله، ولكن الله من عليك وأراد لك الإسلام بمجرد، يعني انظر معي أخي الحبيب، بمجرد أنك مؤمن. الآن أنت مؤمن والحمد لله وتقول الحمد لله، اعلم أن الله هو من أرادك أن تكون كذلك. الفضل ليس لا لأبويك ولا للبيئة المحيطة ولا لنفسك، هو لله. لماذا؟ فمن يرد الله، إذا من الذي يريد؟ الله، ولست أنا ولا أنت، لست أنت من اختار الإسلام، الله هو الذي اختار بل أرادك أن تكون مسلما. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. انظر معي أخي الحبيب، الإنسان المؤمن بتعاليم القرآن إيمان كامل تجد صدره في حالة انشراح، في حالة يعني، وإذا ضاق صدره يلجأ إلى ذكر الله فينشرح هذا الصدر. فالله عز وجل هو الذي تفضل علينا، هو الذي أراد لنا الهداية. وهذا الأمر أخي الحبيب فيه ميزة لك تشعر بها، فيه تكريم لك. الله يريد لك الخير، الله يذكرك، أنت مكرم عند الله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. انظر معي إلى الجانب الآخر، الجانب المظلم للأسف كثير من الناس ينطبق عليه الجزء الثاني من الآية: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما هذا الكلام؟ من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصعود في السماء والارتفاع لطبقات الجو العليا يؤدي لضيق الصدر بسبب نقص كمية الأكسجين؟ نحن نعلم أن من يصعد إلى الجبال العالية، من يتسلق الجبال العالية، يحتاج لأسطوانات مليئة بالأكسجين، لأننا كلما ارتفعنا في الجو تقل نسبة الأكسجين حتى نصل إلى حدود الغلاف الجوي، تقريبا تنعدم نسبة الأكسجين وبالتالي يموت الإنسان اختناقا. كأنما يصعد في السماء يجعل صدره ضيقا حرجا. هؤلاء الذين تراهم أنت أخي الحبيب ربما يملكون المال، لديهم الشهرة أو السلطة أو الغنى، لديهم وسائل اللهو والعبث، لديهم السيارات الفارهة، الأموال. هؤلاء أخي الحبيب إذا كان أحدهم لاهيا قلبه عن ذكر الله، لاهية قلوبهم مثل هذا الإنسان، اعلم أن الله هو من اختار له الضلال أيضا. لماذا؟ لأن الله لو علم فيه خيرا لهداه للحق. طيب ماذا يعني ذلك؟ معنى ذلك أن الله عندما هداني للإسلام علم أن قلبي يعني يستحق الهداية، علم أنني أستحق هذه الهداية. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم عن هؤلاء الضالين وما أكثرهم اليوم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن بمجرد أن الله هداك للإسلام، إذن الله علم أن فيك خيرا. سبحان الله، يعني انظر معي أخي الحبيب،
هذه الآية نمر عليها مرور الكرام، ولكن أنا أريدك عندما تقرأ أي آية في القرآن تقرأها بطريقة تدبرية، أنك تعيش داخل الآية، داخل معاني هذه الآية. طبق هذه الآية على نفسك. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طب الحمد لله الله هداني، معنى ذلك أن الله هو الذي اختار لي الهداية؟ نعم، أنا ليس لي أي فضل، بل ليس لي إرادة، هي هداية من الله عز وجل، هو الذي يريد، لأنه علم أن في داخلي خيرا فهداني للإسلام. إذن هذا فضل عظيم، وهذه بشرى، وهذه سعادة إضافية أنا أشعر بها عندما أقرأ هذه الآية. يعني عندما أقرأ هذه الآية أنا أشعر بالسعادة، وبنفس الوقت عندما أكمل الآية وأقرأ قوله تعالى ومن يرد أن يضله، من الذي أراد؟ هو الله. انتبه أخي الحبيب، أنت كإنسان لا تملك من أمرك شيئا، قل إن الأمر كله لله، بل لله الأمر جميعا. وهذا منطق صحيح، لأننا مخلوقون، لأننا عبارة عن مخلوقات ضعيفة جدا، وخلق الإنسان ضعيفا. الملك هو الله، المتحكم هو الله، ولكن عندما خلقك أيها الإنسان أراد لك الخير وأراد لك الهداية وعلمك طريق الخير وطريق الجنة، لماذا تنحرف؟ لماذا تذهب في طريق الضلال؟ لماذا تؤذي عباد الله؟ لماذا تظلم من حولك؟ لماذا تأكل أموال الناس بالباطل؟ لماذا تتجسس على الناس أو تغتاب الناس أو تؤذي الناس سواء بالكلام أو بالفعل؟ لماذا؟ لماذا تختار طريق جهنم والعياذ بالله؟ لماذا تختار طريق الشيطان؟ أنت المسؤول، ولكن أنت لا تستطيع أن تقوم بأي شيء إلا بأمر الله وبإذن الله. لذلك عندما أضل الله هذا الإنسان أضله لأنه يستحق الضلال، ليس فيه خير. يعني أنا إنسان يريد لي الشر، لص يريد أن يسرقني، أن يؤذيني، طيب أدخله بيتي مثلا؟ بالعكس أبتعد عنه. أنت عندما يعلم الله أن فيك خيرا يهديك للخير، يهديك للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الضلال هذا هو نوع من أنواع الرجس، العذاب، الضلال البعيد. لذلك أخي الحبيب، بمجرد أنك تقول لا إله إلا الله، أعلم أن الله اختارك لتكون مؤمنا، وأن الله هو من نجاك من الضلال، هو من أنقذك من الشيطان، فيستحق هذا الإله العظيم الحمد. لذلك من المنطقي أخي الحبيب أن أول آية في القرآن بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما هي؟ والتي نبدأ بها صلاتنا ونبدأ بها يومنا كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام. والله أخي الحبيب، هذه الآية تجعلك تتذوق لذة أنك مسلم، تجعلك فرحا برحمة الله بك أن أنقذك من الضلال. ثم هناك شيء آخر أخي الحبيب، أن هذه الآية كلماتها في قمة البلاغة، هذه التركيبة اللغوية بليغة جدا. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تحذف منها أي كلمة ولا تضيف لها كلمة، هي محبوكة حبكا جيدا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا يدلك على أن هذا الكلام كلام الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو كما وصفه الله، قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن ماذا؟ يوحى إلي. إذن تميز هذا النبي بالوحي، فالكلام الذي تسمعه الآن هو كلام الله وليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يهدينا
وأن يختار لنا الهداية جميعا إلى طريق الحق، طريق الإسلام. إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.